السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم ثلاثة ديال الوصفات غادي ينفعونا مع الوليدات في الكوتي ديالهم، وأيضا اللي كيديو معاهم هكا استراحة المدرسة. وصفات اللي هما ساهلين ذات بزاف وأيضا اقتصاديين. فغادي نشوفوا حريشات في المود ديال الكاب كيك بلا بيض، كذلك قطع ديال الشوكولا أو ديال الكيك ديال الشوكولا محشوة بواحد الكناش اللي كيجيو اللذين وحشاشين بزاف وسريع جدا في التحضير، وايضا بريوش اللي كيجي رطب جدا ينفعهم في الفطور وايضا الكوتي. كنتمنى الوصفات ديال اليوم وايضا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تخليو ليا التعاليق وايضا اللايكات اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات باش نصور لكم المزيد. الان خليكم مع الوصفات وفرجة ممتعة. فاذا غادي نبداو على بركه الله، اول حاجه بتحضير القطع ديال الكيك ديال الشوكولا اللي كيجيو بحال اللي كنشريو ليهم من الزنقه. هنا غادي نستعين بهذا المستحضر ديال الموفين ديال الشوكولا او ديال الكاب كيك. انا ما غاديش ندير يعني الكيك ديالي على شكل كاب كيك، غادي نديرو في واحد المول اللي هو مسرح، ومن بعد غادي نشوفو كيفاش غادي نحضروه باش نحصلو عليه على شكل قطع. هنا هاد البودره هذه متوفره في المحلات التجاريه الكبرى، اكيد غادي تلقاوها موجوده في الجهات ديال المستلزمات ديال الحلويات. غادي نحتاج هنا حبه ديال البيض، عندي الزيت نباتيه، هنا كما كتشوفوا كاس ديال العنبه مع مرش، تقريبا كاس الا ربع زائد جوج ديال الملاعق كبار، وعندي كاس الا ربع ديال الحليب عادي بارد. فهادو هما المكونات فقط اللي غادي نحتاجو مع هاد البودره ديال المستحضر الموفين. فغادي ناخذ هنا الاناء ديالي غادي نوضع فيه البيضه وايضا الحليب والزيت، وغادي نخلط كلشي غير بخلاط يدوي. ممكن تستعملوا خلاط كهربائي، هنا ما غاديش نحتاج، انا غادي نستعمل فقط خلاط يدوي. غادي نضيف ديك العلبه اللي وريتكم سابقا مع المكونات، وغادي نرجع نخلط مزيان بالخلاط اليدوي حتى غادي ينسجم ليا هاد وتنسجم ليا هاد البودره هذه مع المكونات السائله كما كتشوفوا. كيكون القوام ديال الخليط هو هذا كما كتلاحظوا. هنا غادي ناخد واحد اللاطه ديال الفران اللي تكون مفرشه بورق ديال الطهي من الاحسن، اذا ما توفرتش فقط دهنوها مزيان بالزيت او عفوا بالزبده ماشي بالزيت، رشوها بالدقيق وفرغوا فيها الخليط على هذا الشكل، ونحاولوا اننا نسرحوه بشكل متساوي بحال هذه الطريقه هذه. وصافي غادي ندخل اللاطه ديالي للفران اللي يكون بارد، حتى غادي ندخل اللاطه عاد غادي نشعلو، غادي تكون واحد النار اللي هي مهيله ولا 180 درجه حتى غادي يطيب لينا الكيك مزيان. نقلبوه بواحد الكيوردون ولا بشي سكين، نلقاوه ناشف صافي كيكون موجود، نخليوه حتى يبرد. ملي كيطيب ليا الكيك كيكون الشكل ديالو هو هذا كما كتشوفوا، نخليه حتى يبرد تماما، ما نحيدوش هو باقي سخون ولا غادي يتفرتت ليا، فهذا كيجي رطب بزاف وهشيش، فخليه يبرد بشكل كامل. عادي يمكن لينا نحيدو، هنا كما كتشوفوا ضعت عليه واحد الورق ديال الطهي باش نحيدو هكا ما يلصقش ليا فوق من هاد اللوحه هذه اللي استعملت. نحاول انني نحيد الورق غير بشويه باش هكا ما يتهرسش ليا. بالنسبه لديك الكريمه ولا داك الكناش اللي غادي نديرو في الوسط، خديت هنا الشوكولات العادي اللي كنستعملو في التزيين ديال الصابلي اللي كيكون هكا ديال يعني على شكل مربعات، ذوبته في حمام مريم، فخديت هنا 24 قطعه. من بعد ما ذوبته في كسرونه غادي نضيف عليه شويه ديال الكريمه السائله ونبقى كنحرك بحال هكا. بالنسبه للمقدار ديال الكريمه تقريبا 100 غرام ديال الكريمه، انا هنا درت عيني ميزاني، ف 100 غرام كنبقى كنحرك مزيان حتى غادي ينسجم ليا او تنسجم ليا هاد الكريمه مع الشوكولا، ونخليها على جنب حتى غادي تبرد وتتماسك. ناخذ داك الكيك ديالي نقسمه على جوج في الوسط بهذه الطريقه، وندهن ديك الكريمه في واحد النصف بهذا الشكل، نحاول انني نوزعه بشكل متساوي. مباشرة غادي نحاول نهز الطرف الاخر ونوضعه فوق اللي دهنته بالكريمة. هنا استعنت بهاد الكرتونة هادي باش ما يتهرش ليا، نحاول نقادو مزيان ندخلو الثلاجة حتى غادي تماسك ديك الكريمة مزيان وتشد في هاد الكيك، ومن بعد كنخرجها. كنحاول نحيد هاد الاطراف هادو اللي ما كيكونوش مقادين بهاد الطريقة هادي بشي موس اللي يكون من احسن فيه المنشار، ومن بعد كنبدا كنقطع قطع على شكل او على القياس اللي بغيت.
ملي كنسالي تقطع كنزين القطع ديالي بالشوكولا الابيض كما كتشوفوا، صافي كتكون الحلوه ديالي واجده. اذا نمروا الان للوصفه الثانيه، تكون عباره على بريوش اللي كيجي رطب بزاف. غادي نحتاج له 250 غرام ديال الدقيق ابيض، ممكن تضاعفوا المقادير اذا بغيتوا. 250 غرام اللي هي 2 كيسان ونص. غادي نحتاج ايضا 3 ديال الملاعق كبار ديال السكر. غادي نحتاج ملعقه ونص ديال الخميره، 40 غرام ديال الزبده، تقريبا ملعقه ونص كبيره تكون عامره. هنا عندي اللبن ماشي الحليب، اللبن اللي كناخذوه مع الكسكس او مع السيكوك. غادي ناخذ منه كاس الا ربع اللي هي 100 غرام تقريبا. هنا هذا اللبن هذا ما كنسخنوش طبعا، حنا كنعرفوا اللبن انه الا سخن غادي يخسر ويتفكك، فغير كنخليوه في حراره ديال المطبخ. دابا مع الصهد غادي تخمر لنا العجينه، واخا كنستعملوه في حراره ديال المطبخ. اذا كان الجو بارد غادي توضعوه، تحاولوا توضعوه هكا في حمام مائي غير يدفى واحد شويه، المهم ما كنسخنوش باش ما يخسرش لينا ويتفكك. نحتاجوا ايضا حبه واحده ديال البيض، وغادي نحتاجوا ساشي ديال السكر ملسم بالفانيلا، ونصف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات او البيكنج باودر. فهنا غادي ناخذ الاناء وغادي نوضع جميع المكونات في دقه. فانا هنا غادي نستعمل او غادي نستعين بالعجينه الاليه، ممكن تعجنوا بيديكم ما كاين حتى شي فرق، غير هي كتكون عجينه كتلصق وكتعذب واحد شويه، فما نحتاجوا اننا ايضا ندلكوها ونعجنوها بزاف، يعني غير كنعجنوها واحد شويه، نتاكدوا ان جميع المكونات مدموجين مع بعضياتهم وصافي. انا غادي نديرها هنايا على واحد 5 ديال الدقائق يعني تعجن، ومن بعد غادي نخليها حتى غادي تخمر ويضاعف الحجم ديالها. هنا كيما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون، كيما لاحظتوا فكيكون جاري شويه وكتكون كتلصق، فهذا هو السر انه كتجينا رطبه او كيجينا بريوش رطب بحال الشكل ديال الكيك. هنا صافي نحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا وغادي نغطيو عليها ونخليوها حتى غادي تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها. بعد ما كتخمر العجينه كنرشوا سطح العمل كميه ديال الدقيق، كميه اللي تكون مهمه ديال الدقيق، بما انه العجين ديالنا كيلتصق نفرغوا العجين. نحاولوا اننا دائما نستعملوا الدقيق باش نتحكموا فيه ونشكلوه على شكل كره بهذه الطريقه هذه. طبعا ممكن تستعنوا بالزيت، انا كنفضل دائما نستعمل الدقيق، ما يعجبنيش نستعمل الزيت هكا في البريوش. ونحاول انني نقطعه تقريبا على 5 ديال القطع، كل قطعه ديال العجين نحاول انني نبسطها شويه على هذا الشكل. دائما نرش الدقيق فالعجينه كتكون خفيفه بزاف وكتلصق، نحاول نشدو معها الخاطر. هنا كنلويوها على الشكل ديال ميني باغيت بحال هذه الطريقه هذه، وناخذ المول اللي غادي ندير فيه هذا البريوش هذا. استعملت انا هذا المول هذا اللي كيجي طويل، دهنته بجناب بالزبده ودرت له الورق ديال الطهي في الاسفل ديالو، وغادي نكمل هنا بنفس الطريقه ونحاول انني نستفاد الميني باغيت حدا بعضياتهم. نخلي واحد المساحه صغيره جدا او واحد المجال فين غادي ينتفخوا ويخمروا من بعد. صافي وكنخلي هذا البريوش هذا حتى غادي يخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالو. وناخذ من بعد البيض، انا خديت هنا غير نص بيضه، زدت عليها شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي ندهنو مزيان بهذه الطريقه. ندخلو الفران يطيب على النار اللي تكون متوسطه ولا 180 درجه حتى يطيب مزيان ويتحمر، ونخرجو وندهنو بشويه ديال العسل ونرش عليه شويه ديال الكاوكاو، وممكن طبعا تزينوه على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه للوصفه الثالثه غادي تكون عباره على حريشات في المول ديال الكب كيك. هنا سمحوا لي على الاضاءه لانه كان الجو مقلب، فغادي تبان لكم الاضاءه كتزيد وكتنقص مره مره. فهنا بالنسبه لهاد الحريشات هادو غادي نحتاجو 250 غرام ديال السميده، السميده اللي تكون رقيقه، درت معاها واحد الرشه ديال الملحه. بالنسبه للمقدار بالكاس غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. غادي نحتاج كذلك كاس ديال الحليب، دائما الكاس ديال العنبه، و 150 مليلتر، نص كاس ديال السكر، ممكن تنقصوا او تزيدوا على حسب الرغبه. وغادي نحتاج معلقه كبيره عامره ديال الزبده، كنعبرها يعني قبل ما نذوبها وعاد كنذوبها. غادي نحتاج واحد الخميره ديال الحلويات، شويه ديال الفاني، استعملت هنا الفانيلا البودره. وغادي نحتاج ايضا نص كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتاج للنشا جوج ديال الملاعق كبار باش هكا تجيني الحرشه.
هشيشة ورطبة. بالنسبة للطريقة فهي جد بسيطة وسهلة. نأخذ الإناء نوضع فيه جميع المكونات مع هذا الحليب، فغادي نوضع السميدة، كذلك السكر، الزيت، النشا، خميرة ديال الحلوى، الفاني، وغادي نخلط كل شيء ونحرك كل شيء مزيان. ممكن تستعملوا يديكم، انا هنا غادي نستعمل غير سباتولا بحال الطريقة هذه حتى نتأكد ان السميدة كلها تشربت لي هذوك المواد الدهنية وايضا دمجت مع المكونات الاخرى. في هذه المرحله كنضيف داك الكاس ديال الحليب، نرجع نحرك بهذه الطريقه هذه حتى غادي نحصل على واحد الخليط منسجم، كيكون واحد الخليط اللي هو شويه سائل ولكن من بعد غادي يتماسك شويه. كنخليو هذا الخليط هذا واحد المده ديال 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق تقريبا يتشرب شويه، او السميده تشرب ليها شويه السوائل او تشرب الحليب. عاد كنبدا كنفرغها في ليمول على هذا الشكل اللي كتشوفوا. فخديت ليمول ديال الكاب كيك ودعت فيه هاد الكويطات هادو، وغادي نبدا كنعمر كميه بحال هكا. هاد الكميه هادي كتعطيني كما كتشوفوا 9 ديال الحبات او ديال القطع ديال الحرشه. صافي، فاش غادي نسالي غادي ندخل هاد الحرشه هادي الفران يكون مسخن من قبل واحد 10 ديال الدقائق، ونخليهم حتى غادي يطيبوا مزيان وتحمروا وكنحصلوا عليهم بهذا الشكل هذا. من بعد ما كيخرجوا من الفران كندهنهم هنا وهما باقيين سخان شويه ديال المربى. طبعا هاد المرحله كتبقى اختياريه، وغادي نرش عليهم شويه ديال الكوك او جوز الهند مبشور وكيكونوا واجدين للتقديم. اذا بهكا كيكون الفيديو ديالنا سهله والوصفات ديالنا كاملين واجدين، وصفات اللي هما ساهلين بساط جدا ورخاص في نفس الوقت لذاذ. بالنسبه ديك الحرشه كتجي على هذا الشكل، كتجي بنينه وكتجي ايضا هشيشه بزاف. اكيد اكيد غادي تعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم. كذلك ذوك القطع ديال الشوكولا اللي كيجيو بحال اللي كنشريو من الزنقه، والبريوش اللي كيجي رطب وبنين بزاف. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا نالوا اعجابكم، ونتمنى انكم استفدتم من الاقتراحات اللي عطيتكم. اذا عجبكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وانفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تخرجوش عليا التعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.